والله كريح اخوي اخيرا استحيت على دمك جبت لي كرسي. كيف الحياه؟ والله كثير اريح. طالع واطي اسمع اطلع والله ما بطلع زغلول. تعالجت انا منيح اني تعالجت يا زلمه. عندي ايش احسن طيب؟ ايش؟ بدل ما تقعد على هاي تقعد على حضنك. شو اقعد على حضنك؟ تحترم حالك يا عمر. شو اقعد على حضنك يا زلمه؟ اليوم جبت لك واحد فريد من نوعه، شخص كثير فريد من نوعه على تيك توك، هو بطل كثير فريد من نوعه كثير صار فيه. وفيش حدا غيره يعني؟ مميز؟ لا 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 هو في كثير للاسف كثير في ناس زيه. شخص اسمه كوكب زحل. هذا النيك نيم تبعه يعني؟ شا عجبك؟ هلا في كتاب مشهور، طلعت كثير تقرا كتبه بتعرف كتب. طبعا مثقف اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. الله الله قارئ قديم كتب. فهد اسمه كوكب زحل. وحد الله مريخ زهرة هو تعب النص بالنص. لا لا يا زوال اول مرة اشوف واحد شمال عميق. والله كثير عميق. والله عميق. فلا اول نظرة له بتحسه بس انا مش حاضر له شيء جد انا مش حاضر له شيء انا بالغلط لعب بالفور يو هلا قبل شوي غريب اعمل له لايك خلينا نشوف عملت لايك عشان اسيفه عشان احضر مش في مجال تلاقي حب حياتك بس هيك من الشارع ولا وين بلاقي اكيد حياتي انا كل اكسيت من برامين زباله يا مضحك هو جدا جدا هو فريق. مضحك هو بيختلف عن باقي الناس اللي زيه هذا فني عنده حس فكاهه اكثر هو لحد الان يعني بشكله مبين انه هو من المشتري يعني انت فاهم بتحسه من المشتري بتحسه واحد منا صح انه مشتري زلمي. مشتري I have a crush on him بس ما بيلكشني شو بعمل شو يعني بالكشني بالكشني I have a crush on him بس ما بيلكشني شو بعمل مشي قدامه ورمي لك شي غلط على الارض وطوبته يخرب بيتك يخرب بيتك لا لا وطوبز انا ما فهمت شو هي بالكشني بس فيها طوبز بالموضوع ففي اشي غلط هو البنات النصيحة بكون مجربها هو رجل عنده خبرة بالطوبز والمشكلة بنصح البنات يعني انه ما زي بدر خلف هو ماشي على خطوة بدر خلف ونعمل قدوة والله امتى حسيت حالك انك هذا سؤال مهم يعني بحس... كيف نشأت؟ بحس استعمل الشطافة بطريقة غلط عجبه الموضوع فقرر يخليها مهنة في حياته انا ما بشطف لسبب اوكي انا مشتري جدا انا مشتري انا وصغير بتذكر مرة كنا هلا بتبلش انا صغير بديش اعرف بعدين اوه مصيبه جاي ظاهرين انا وعائلتي وكنت وقتها دايخ من الصبح كان ظاهر هو وعائلته كان دايخ من الصبح دايخ افصل شو اللي صار مع عائلته تعال نتوقع ايش ممكن صار يعني ممكن طلعوا على الشاطئ ممكن زحلق على مؤخرته موزة مثلا مؤخرته يا حمو بس هيك زحلق ممكن بقول لك قاعد على البيتش وقاعد على صخره بالغلط فجأة بقع على الأرض جد وقع وقع شفت هي الوقع هي الوقع حلو ديروا بالكم جد ديروا بالكم ما حد يوقع على الأرض من يوم طالع ما توقع على الأرض قلتوا كله لأنه شو فيه بقوم أنا واو سيدي ذات واك سيري لك سيدي ذات واك ما بعرف هيك بيحكوا تعال زحل الوقعة أنا مش مطمن إذا كانت على الأرض ولا لا دير بالك توقع زغلول إيه استحي أنا مشتري I'm a pregnant teen and I haven't told my mom what should I do. كيف في واحدة حامل مش حاكي لأمها. حامل مو حاكي لأمها. فكي له شو عامل تسأله هو. عرفت مين تسألي. لا تسأل أصحاب الخبرة. رح تقولي لا ماما أنا لسبيان. عشان إيش أمها ما تزعل. الحمل هذا عادي بصير. لا. لا إنك تكون. لسبيان بصير. اللسبيان بصير حامل لا. طبعا للصغار اللي بتابعونا لسبيان يعني بتحب الشجر ما تحب الشجر وما توقعوا. ديروا بالكم. جد كثير ديروا بالك الوضع بصير سيري لك سيدي ذات واك اوكي نشوف هاد ولا هاد؟ لا هذا شكله قوي برج الاسد عقبال المية نفلح منكم يا رب ان شاء الله تكون سنة حلوة لو انت برج الاسد روح ما تنط لا ما تنط او ما توقع ما تتزحلق ما تعمل ما تعمل اي شيء فيه وقوع ما تعمله حاول لو حتوقع تكون اخر وقعة لك اندفل حتكون الشمس ببرجكم ورح تتحسن اوضاعكم الاجتماعية هذا الاشي غريب انه هو كمان عالم ابراج هذا اشي مؤذي بس هو عشان من زحل هو من تعاون زحل هيك بعرفه بالنجوم بعرف بالابراج الوقع هيك عملت فيه غيرت له حياته كلنا بنحب نكون التوب لا 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 تقول لي قلب هذول شو اسمهم تبعون ال التنمية الذاتية التنمية البشرية التنمية البشرية صار بتعود التنمية البشرية التنمية البشرية لا عم بحسن البشرية هو انت اخر واحد ممكن يساعد البشرية بيساعدك تصير انسان محسن فينا نكون التوب لحتى تكون التوب مش اجباري تكون اناني يا حبيبي جاب شلته كلكم وقعتوا معاه بنفس اللي توقعين
ساقطين. فكرة في كتير ناس توب بس ما بيكونوا بلا احساس. يمكن امك تكون توب. امك لحالك امك لحالك امك امك لحالك التوب. يمكن امك تكون توب. يمكن اختك توب. يمكن عيلتك كلها اللي توب. ليش الفيديو قلب مطعوم؟ الله يبعدنا عن التوب انا وعيلتي كلها. هلا التوب انه انه شو تكون فوق انه فوق بناي هيك يعني اون توب. انا بطلت فاهم شو قصدهم انه تكون فوق بناي بس بفهمهم انا بديش بطلت اكون توب. انا بحب اكون داون عكسهم. لازم تكون داون يعني انت فاهم فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم لا فاهم فاهم. بدك تكون داون. لا لا دقيقة لا 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 استنى. هيك انت بدون ما توقع. تخيل لما توقع شو بصير. سيدي ذات واك. لا 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 اسمه محمد صح؟ محمد ماتشو. احنا لا توب ولا داون. ايش في؟ خليك ساكن خلينا نشوف. يمكن امك تكون توب. يمكن اختك توب. يمكن بيك توب. فيكم كلكم تكونوا التوب. فينا كلنا نكون التوب. يا رب انا بدعي لك تكون توب. تعرف شو بشبه؟ والله جبتها صح جبتها. والله قول ايش النقام تبع ده. اي هو هذا المشكله مش عارف باي صيغه احكي معه فيها. انت طالع اللي هو يا شيء طالع يعمل ترميه بشريه وتكون الجو ليه لابس اسود بسود والنكد هذا كله. هاي علامه على القوه. هو اب 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 عنده اولاد ما بتعرف تبعون كوكب زحل بخلفه بديش اعرف. لانه التوب الناجح هو اللي داق طعم الوجع. انجرح. انا عارف الوجع مش لله. هو شكله وقع على راسه كمان. وانجرح مش في راسه. انا عارف هذا الكلام. انت دقت الوجع؟ لا. متأكد ما دقت الوجع؟ لا ولا مرة وقعت. سؤال مين هو المفعول بي؟ قصدي المفعول بها تبع العربي. مين المفعول بها تبع العربي؟ نشوف مين. شو كاتب؟ اوكي. اوماكا. ايه ليش هيك قليل حياه هاد؟ انت قلت لي في شيء دمار جاي بالاخر. هلا كمان انت ما عرفت تجيبنا على فيديو انظف من هيك. ليش خليتني اقع بحبك؟ نسيت حط اشاره انتبه خطر الانزلاق. ما في حد غير انزلق يا اخي. متعود على الانزلاق. كلهم بكون حاس انه هو زي محور الكون انه خلاص كل حدا بحبه. بعدين نفتح كومنتات تيك توك ما بعرف شو رح يصير فيها. هناك من يبحث عنك انه سلطان الجزائر احمد البدي ارجو ان تتواصل معه. كومنتات التيك توك غريبه يا اخي. اوكي اورجيك الفيديو الختامي. هذا الفيديو لما طلع عليه بتعرف كيف حسيت انه خلاص انه نهايه العالم اجت. انه وقتنا على الارض خلص يعني لازم يخلص خلاص ما في داعي للبشر. لهالدرجه زباله؟ بسم الله. بدف. لا ان شاء الله لا تبلش. ايش هذا يا زلمه؟ تو ذا هيترز للكارهين. للكارهين. هذا الفيديو موجه للكارهين. موجه لنا. ليش زعول؟ ليش مقهور؟ ليش زعول؟ مقهور مش قادر اشوفك. جمالك حمامي الله لا يوفقك. بعرف انه بتحبوا تنزلوا. بعرف انه بتحبوا تخضعوا. اخضع. انه بتحبوا تخضعوا. بتحب تنزل؟ لا بحب اخضع. زين ترى اسمع مش قادر احكي بالفيديو عشان عارف اي شيء بحكي حنجيب العيد. حنجيب العيد. انا مش قادر. انا مخنوق. هو عامل لحاله حمايه. لازم جابت عيد. اخلاقي بتمنعني اني اتمسخر عليك. بعرف انه بتحبوا الاجران بس هذا الشيء. طب والله من الاخر يعني خلاص انا هيك ارتحت خلاص. طلعت اللي بقلبك؟ طلعت اللي بقلبي انا هيك لسه في كثير بقلبي صراحه. احكي اخوي خذ راحتك. ليش زعول؟ يا زلمه شو انك تجرب؟ هذا الشيء ما ببرر تعاملكم مع العالم والجحشنه يلي بتعاملوا فيها غيركم. اوكي بيبي؟ شو كيف حكى اوكي بيبي بالاخير؟ اوكي بيبي؟ حاسك وقعت في الحب. اعوذ بالله يا زلمه. لا 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 ليش انت زعول؟ ليش زعول انت؟ ليش زعول؟ ليش زعول؟ ليش مقهور؟ يا زلمه اذا مشان الله لا 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 يا زلمه لا 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 هي بداية جزء جديد من حياة زغلول. ليش انت زعول؟ إناف انت نهاية الفيديو. لا 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 انا ما وقعتش. انا وقعت على الارض اموري تمام. سد زغلول وين مفكر هو وقع حبيبي؟ شو وقع وين؟ الارض اكيد مو مش نفس الارض اللي انا وقعت عليها. لا ليش زعول؟ والله انت بشكلك حاب توقع.
ايش هاد؟ انا الامرأة القطة. ها ها ها. نكمل ولا لا؟ تصويت لا. تعال نكمل. انا الامرأة القطة، نحن نحارب الاعداء. مياو مياو بدنا حليب. اظن هذا صغير، يعني هو لا شايف باتمان ولا سوبرمان ولا هو رجل القطة بس. مياو 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 مياو. شو العشوائية اللي قاعدين يحضرها؟ واقع راسه. واقع راسه، هو مبدئيا واقع راسه. كانت واقع غريبة انه قاعد يتدحرج. شقلبت مخه. بالضبط بالضبط. مخه نزل لتحت، مخه صار اكيد هذا التفكير وهذا السكتش ما طلع من مخ بالراس. اول مرة بتحكي شغلات بصير اوافقك الرأي، تعرف؟ اتفقنا على ايش زبالة لأول مرة في حياتنا. بستاهل لأني ما صليت. ما بتهاجر. بتصدق ولا مرة خطرت على بالي الفكرة. يلا هتا قمتوا بشنطه وفل، لانه هيك هي سهله. شعب لبنان الحبيب، انا بعتذر لكم جد، بس خلوه محبوس عندكم. ما تطلعوا. ما تطلعوا احسن ما هيك. ولا تحتفظوا فيه. ما يعني مش عارف كيف بدكم تسربوه يعني. طب المنطقه اللي بتيجي بالحدود هاي، المنطقه اللي شو بسموها الحره، مش كل باذي البلد الثاني. انتوا حاولوا حطوه يعني من غير عمد، مش بالعمد يعني، ارموه هيك في البحر. شو حطوه 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 على جبل، خلوه عندكم والله يعينكم. يا جد احنا كثير متاسفين يعني جد صراحه. اوكي خلاص بكفي. طبعا بكفي. سكر يا جرعه زباله اعطتني اياها بكفي. احاول جيبني على فيديوهات غير كوكب زحل. انا حسيت عندك اراء بكوكب زحل انت. ابهرتك؟ كثير ابهرتني. بس ما توقع كمان مره. لا اعوذ بالله، خفت عليك جد، خفت عليك. انا رابط حالي هسه بالكرسي، مستحيل اوقع. خلص باي. مش واقع. والله ما انا واقع. مع السلامه.